وحدة التخزين SSD الموجودة في جهاز بلايستيشن 5 القادم أصبحت مثار جدل كبير جدا، وصارت حديث الخبراء والجماهير والإعلاميين. ومطورين ألعاب كثار ما قصروا وزادوا الحطب على النار، كل شوي يطلع واحد منهم بتصريح يمجد فيه القدرات جهاز بلايستيشن 5، خصوصا SSD، والكل يقول أنه صنع بطريقة حتى ما نقدر نشوفها اليوم في أجهزة الكمبيوتر الشخصي الحديثة. لكن كيف؟ إيش هي قصة SSD؟ وهل صدق بيأثر على أداء بلايستيشن 5 لهالدرجة؟ في هذا الفيديو حبينا نفصفص لكم الموضوع وندخل لكم بشكل أعمق في جهاز بلايستيشن 5 وكيف ممكن يستغل هالقدرات المميزة. قبل ما نبدأ لا تنسون اتزر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. معكم فهد الشيحة وخلونا نبدأ. في البداية خلونا نشرح لكم بشكل مبسط وسريع أهمية سعة الحفظ في الألعاب. اللعبة عبارة عن مجموعة من البيانات ومخزنة في مساحة معينة مثل أقراص البلوراي، وهذه المساحة هي اللي تجبر المطورين أنهم يقللون ويلغون حاجات كثيرة في ألعابهم بحيث تكون كافية لوضعها في هذه المساحة المحدودة. مفهومة هذه النقطة صح؟ حلو. الحين خلونا نتخيل لعبة ضخمة مثل Uncharted 2. معروف أن فيها مناطق كثيرة ومنوعة، وطبعا المناطق هذه يتم تحميلها لك حسب الحاجة ووقت استخدامها. لذلك أحيانا نشوف بعض الألعاب يكون فيها مصعد تركبة وينقلك مكان ثاني، وأحيانا سلم طويل تتسلقه. هذه المقاطع الهدف منها أنها تخدم كمناطق انتقالية، واللعبة أثناءها تقوم بتحميل المنطقة أو المرحلة الكبيرة التالية اللي بتنتقل لها. لذلك هذا هو الموضوع اللي يهمنا اليوم، كم السرعة اللي يحتاجها الجهاز عشان يجلب هذه البيانات من وحدة التخزين ويحملها ويطلعها لنا في اللعبة. لذلك خلونا الآن نتكلم عن محور حديثنا اليوم، وهو وحدة تخزين SSD الموجودة في البلايستيشن 5. وحدة تخزين في بلايستيشن 5 هي عبارة عن SSD مفصل بخصائصها وتقنيات جديدة وغير مسبوقة، من أهمها التشغيل في ثانية، عدم وجود شاشات تحميل، بث بيانات خارق السرعة، عدم إعادة نسخ البيانات الخاصة في اللعبة، تقليل الوقت في تركيب الباتش. خلونا نتكلم عن النقطة الأولى واللي هي التشغيل في ثانية. بنعطيكم مثال بسيط. خلونا نقول أن فهد أنا عبارة عن جهاز بلايستيشن 4، ونواف هو الهارد ديسك حق الجهاز. عشان جهاز بلايستيشن 4 يشغل لعبة معينة يحتاج بيانات اللعبة اللي مخزنة عند نواف في الهاردسك. الهاردسك عبارة عن قرص صلب، ولأنه قرص فالبحث عن البيانات بياخذ وقت. يعني نتخيل أن نواف يخزن هذه البيانات في خزانات كبيرة، وعشان يحصل البيانات اللي طلبها فهد يحتاج وقت، وهالوقت نقدر نقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو الوقت اللي يحتاجه عشان يلقى البيانات، لأن قرص صلب فبتكون موزعة ولازم يحصلها. خلونا نقول إنها في القسم العلوي من الخزنة، ولازم أول شيء يجيب نواف سلم عشان يطلع ويجيبها. القسم الثاني هو الوقت اللي يحتاج نواف عشان يوصل بيانات الفهد، ونواف هنا دب وبطيء، وبالتالي بيحتاج شوية وقت عشان يسلم فهد البيانات. الوضع مع بلايستيشن 5 مختلف. الحين فهد لما يحتاج بيانات ويطلبها من نواف بتوصل بسرعة، أولا لأن خزنة نواف الحين كلها قريبة منه ومكشوفة ويقدر يأخذ اليابي منها بسرعة، وثانيا لأن نواف في نفس الوقت صار رشيق وسريع جدا فيوصل لفهد بسرعة البرق. عشان حطكم بالصورة خلونا نقول لكم كيف كانت سرعة تحميل البيانات في البلايستيشن 4. تحميل 1 جيجا بايت من البيانات فيه من القرص الصلب كان يستغرق 20 ثانية. للمقارنة الآن البلايستيشن 5 قادر على تحميل 5 جيجا بايت من البيانات في ثانية واحدة فقط. نتكلم عن 100 ضعف سرعة التحميل السابقة. هذا يعني أن تحميل البيانات الجديدة بياخذ ثانية واحدة فقط. باختصار نقدر نقول أن أوقات التحميل بتصير شيء من الماضي، وراح نقدر نودع المصاعد والسلالم والمناطق الانتقالية اللي كان المطور يضطر يحطها عشان يقدر يحملك المنطقة التالية من اللعبة. حتى لو اللعبة فيها خاصية التنقل السريع راح يتم التنقل بمجهود ضغطك على زر التنقل، وبتحصل نفسك وسط المكان اللي تبيه في لحظة عابرة من غير أي شاشة تحميل أو انتظار. حتى لو خسرت وجاك جيم أوفر، بمجرد أنك تضغط على زر إكمال اللعبة راح ترجع على طول وبشكل فوري للعب، لأنه ما راح يكون في حاجة للجهاز أن ينتظر تحميل المراحل من جديد. هذه الخاصية راح تنبسطون عليها كثير، خصوصا مع لعبة ديمون سولز الجديدة القادمة اللي أكيد كلنا بنموت فيها وتطلع لنا شاشة أنك أنت ميت. سوني في مؤتمرها الماضي أخيرا ورتنا أول مثال لتطبيق اختفاء التحميل وسرعة التنقل بين عوالم مختلفة بالكامل بأوقات خيالية. اللعبة كانت راتشت أند كلانك ريفت أبارت، وفيها نشوف بطل اللعبة راتشت يقدر يتنقل عبر العوالم بشكل مجنون، ونشوف كيف كنا ينتقل بين مكانين مختلفين تماما بدون أي لحظات تحميل تذكر. الآن لكم تتخيلون
كيف باقي المطورين ممكن يستغلون هذه الخاصية بشكل مجنون في ألعابهم القادمة. والآن بنشرح لكم كيف الـ SSD بيساعد في أن الجهاز PlayStation 5 يستغل الذاكرة العشوائية الرام بشكل أكثر كفاءة. أنا بكون جهاز PlayStation 4 مرة ثانية، ونواف هو الهاردسك، أما محمد بيكون أخطبوط اسمه رام وعنده 4 أيادي. محمد طول الوقت جالس عنده فهد ويساعده في تشغيل ألعاب. فهد بيطلب بيانات من نواف كالعادة، بس زي ما قلنا قبل نواف دب وبطيء. لما يوصل نواف عند فهد بيعطيه البيانات اللي يحتاجها، بس فهد بيحتاج بيانات أكثر عشان يقدر يشغل اللعبة، وما يقدر ينتظر نواف لين ما يروح ويرجع له مرة ثانية. لذلك نواف بيعطي بعض البيانات اللي يحتاجها فهد قدام لمحمد، ومحمد بيمسك هذه البيانات باثنين من أيديه عشان لما يحتاجهم فهد يعطيهم له. المسكين محمد لأنه ماسك هالبيانات صار بس عنده يدين يقدر يساعد فيهم فهد في الشغلات الثانية. الآن نشوف كيف الوضع مع بلايستيشن 5. فهد كالعادة بيكون جالس مع محمد ويساعده. لحسن الحظ محمد صار أخطبوط عنده 8 أيادي، وبنفس الوقت نواف صار SSD يعني رشيق وسريع. الحين فهد لما يطلب معلومات من نواف صارت توصله بسرعة كبيرة، وبالتالي محمد صار يحتاج يحتفظ بعدد بيانات محدودة يشيلها بيد واحدة فقط. أما 7 أيادي الباقية فصارت متفرغة ويقدر يساعد فيها البلايستيشن 5 بأشياء كثيرة ثانية، ويقدر يستغل المطورين قدرات محمد عشان يخلون ألعابهم تشتغل بكفاءة أكبر على البلايستيشن 5. باختصار شديد، الرام في البلايستيشن 4 كان يحتفظ ببيانات 30 ثانية القادمة اللي بيحتاجها اللاعب في اللعبة، وبالتالي بينشغل الرام كثير وما بيستغل صح في أشياء أهم. بينما في البلايستيشن 5 الرام بيحتفظ ببيانات ثانية فقط واحدة من اللعب، وبالتالي بيتم تفريغه بشكل أكبر عشان يقدر يقوم بوظائف أخرى أكثر أهمية. وكل هذا ممكن بسبب سرعة نقل SSD للبيانات، وهذا يجعله يؤدي وظيفة مشابهة للذاكرة العشوائية. نقطة إيجابية ثانية إضافية بيقدمها SSD بتكون مع تحميل التحديثات للألعاب. الآن ما يحتاج انتظر عشان نسوي تثبيت لكل تحديث جديد للعبة، في مجرد تحميل البيانات بتكون جاهزة للعب مباشرة، لأن الجهاز بيقدر يوصل لهم بسهولة. طبعا سوني صحيح جعلت SSD الجديد أسرع من وحدة التخزين السابقة ب100 مرة، لكن هذا ما يعني أن تأثيره بيحصل مباشرة على الأداء. عشان يتحقق هذا الشيء سوني كان لابد أنها تجهز باقي العتاد بطريقة تخليه يستغل هذه السرعة الجديدة وتلغي أي عوائق تكون في الطريق. هذا طبعا نتج عنه اختيار سوني لسعد 825 جيجا بايت لحجم SSD، لكن طبعا بعضنا بيكون يحتاج أكثر من هذه السعة، خصوصا مع التزايد المستمر لحجم الألعاب. والجميل في الأمر أنك بتقدر ترفع من الذاكرة التخزينية لجهاز PlayStation 5 بتركيب وحدات SSD خارجية، وتقدر تختار من مجموعة معتمدة بتعلن عنها سوني لاحقا من وحدات SSD المتوفرة في السوق. طبعا الوحدات اللي بتختارها سوني تضمن أنها بتكون متوافقة مع ألعاب PlayStation 5 عشان أيضا ما تواجه تباين في أداء المقارنة بوحدة التخزين الداخلية. إذن المعلومات اللي ذكرتها سوني بعضها معقد جدا وما راح يفهم إلا المطورين والمهندسين اللي يشتغلون على العتاد والألعاب، لكن حاولنا نجمع لكم في هذا الفيديو أهم المعلومات ونبسطها لكم قدر الإمكان. نتمنى نكون توفقنا في هذا الشيء. نذكركم مرة ثانية بأن الاشتراك بالقناة إذا ما اشتركتوا الآن، وما تنسون تدعمونا كالعادة باللايك وتابعونا باستمرار لكل جديد عن PlayStation 5، واكتبوا تحت في الكومنت إذا فعلا استفدتوا من هذا الفيديو وقدرتوا أن حنا نوصل لكم الفكرة بشكل أبسط للSSD الخارق في PlayStation 5. كان معكم فهد الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.